السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ربعه ديال الحشوات اقتصاديين كيجيو زوينين، يعني يكونوا واجدين عندكم دائما، البريوات او السيجار او البسطيلات صغار، يعني على حسب نتوما اشنو بغيتوا يعني كتفضلوا انكم ديروا. وهاد الحشوات اقتصاديين وسهلين في التحضير، يعني اي واحد ممكن انه يصوبهم وبطريقه مبسطه وزوينه، وكنتمنى انها تعجبكم وبالصحه والراحه. هنايا خديت لي كويس ديال بيبي، داك الفوقاني ديال بيبي، يعني كاين الرجيله لتحت وكاين لي كويس الفوقانيين، هما اللي خديت. هنايا عندي تقريبا كيلو، وهنا عندي واحد المعلقه عامره ديال الملحه، درت هنا غير الماء عادي، وغندير واحد 3 المعالق تقريبا ديال الخل. هذه الغسله الاولى، الغسله الاولى درتها غير بالماء العادي، ومن بعد هذه دابا غادي نرقدوا فيها واحد ربع ساعه. من بعد غادي نشلل هاد الطريفات ديال الدجاج اللي عندي او البيبي، غادي نشلو مزيان، من بعد ندير ليه ترقيده اخرى. درت ليه الترقيده الاولى دابا ديال الملحه والخل باش يسهل عليا انه يتحيد ليا هذا الشيء، ما يبقاش هاد الشحيمات وجليدات بحال هادو، المهم باش يبقاو عندي لي كويس نقيين صافي. من بعد غادي نشلل مزيان وندير الترقيده الثانيه اللي غندير فيها الحامض، ما غنديرش الملحه وانما غندير غير الحامض صافي بوحدو. غادي نرقدهم يكونوا مزيان شي واحد الترقيده، تبقى تقريبا واحد نص ساعه، هذه غنخليها ربع ساعه، والترقيده ديال الحامض غادي نخليها واحد نص ساعه. لان علاش غادي نديرهم محمضين؟ الا كنت غادي نديرهم في البريوات محمضين بلا ما نشللهم، يعني بلا ما نغسل، نعاود نغسلهم مورا الحامض. والا كنتو غادي ديروا يعني ترقيده حلوه، مثلا غديروا فيه القرفه واللوز بحال الطريقه ديال البسطيله الحلوه، هذيك ضروري انكم تشلوه من الحامض، يعني باش تحيد ديك الزفوره، لان يعني كما كنعرفوا ان الحامض والملحه كيحيدوا الزفوره ديال الدجاج اولا هكا ديال البيبي. صافي هادشي اللي كاين. دابا نخليو هذه ربع ساعه ومن بعد نديرو الترقيده الثانيه. كيف ما كتشوفوا هاد لي كويس هادو انا اختاريتهم حسن، كنت كندير الدجاج كيضيع ليا فيه بزاف ديال العظومه، يعني كناخذ دجاج وكيضيع منه الريش، كيضيع منه بزاف ديال الاشياء. هاد المره قلت غادي ندير هادو، هاد لي كويس ديال بيبي فيهم اللحم هكا مزيان، وفيهم العظم يعني ماشي كبير، عظم غير صغير كما كتشوفوا انتم، كلهم زوينين هكا. من بعد ما دازت ربع ساعه صافي غسلتهم في الروبيني عادي بالماء العادي، غسلتهم مزيان ونقيت داكشي اللي ممكن انه يتنقى، يعني الا بانوا لكم شي جليدات ولا شي حاجه نقيوهم صافي. وغادي ندير عليهم دابا الترقيده الثانيه، كنعصر عليهم واحد نص حامضه بحال هكا صافي، وكنخلطهم مزيان باش كينسجموا مع بعضهم، وندخلهم الثلاجة نص ساعه. هاد العمليه ديال الترقاد بالخل والحامض راه مهمه بالنسبه للدجاج، انه يطيب دجاج او لبيبي انه يطيب، يعني كيطيب زوين، كيطيب المذاق ديالو زوين، وكيشرب التوابل ديالو وما كتجي فيه لا ريحه ديال الزفوره لا حتى شي حاجه، ويعني التوابل اللي درنا فيه كيجي به بنين. انا كيف ما كتشوفوا تغير اللون ديالو بعد ما درتوه في الثلاجه بالحامض، كتبقى فيه ريحه زوينه ما فيه لا ريحه الزفوره لا والو. هنا عندي طريفات ديال لاداند بعد ما سقطرتهم مزيان، غادي نديرهم في واحد الاناء يكون واسع، وغندير عليهم التوابل ديالهم. نسرحهم مزيان باش يدخل ليهم التوابل تجي فيهم كلهم. كناخذ معلقه صغيره ديال الملحه، الملحه ما تكثروهاش بزاف لاننا رقدنا في الملحه في الاول. هنا عندي نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، هذا المقدار ديال كيلو ديال لادان. عندي هنا نص معلقه ديال الخرقوم البلدي،
من الاحسن يكون الخضر، انا غادي نستعمل الخضر، كيجي احسن، كيجيش المذاق ديالو مجهد. هو هذا وهذا سكينجبير الخضر، حتى هو كناخذ منه واحد الطريف اللي كنت كبير تقريبا واحد 3 سنتيم، وكنحكو بحالو بحال الكركمه، ونزيد عليهم واحد جوج معالق تقريبا صغار ديال العصير الحامض باش كيعطينا ديك الحموضه. وما نساوش اننا راه دايرين الحامض رقدناه فيه، يعني من كتروش الحامض هو زوين كيعطي مذاق زوين، ولكن الا كثر كيولي فيه واحد المذاق يعني مختلف مجهد بزاف. وكنحرك مزيان التوابل، يعني كنشرب دوك الحامض اللي عندي كنشربهم هكا، كنبقى كنحك في ديك التوابل حتى كتدخل مزيان باش كيشرب وكيجينا بنين في البسطيله اولا البريوات، يعني ما كيجيش باسل بحال غير مسلوق، كيجي كله متبل. صافي نخليوها ترتاح دائما في الثلاجه، نخليوها ترتاح بين ما قطعنا البصله ديالنا. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي ندير غادي نطحن واحد البصله، دابا وحده هادو غادي نديرهم يطيب معاهم الدجاج، وهاد الجوج غادي نشلضهم ولكن غنديرهم في الكاسرونه، غادي نشحرهم مع شويه الزيت وشويه الزبده، هادو هما اللي كيعطيو المذاق للبريوات. اما هادو غادي نطيبهم غير باش يطيب ليا الدجاج، غادي نطيبهم معاه الثومه غادي نديرها مع هادو، يعني غنطحن هادو من الاولين، غادي نشحر في المقله باش ما يكونش ليا فيهم مذاق ديال الثومه، غادي نشحرهم من الاولين، غادي نقطعهم غادي نشلط بوحده بوحده، مانيش كثيره، غادي ندير اقل سرعه باش نتحكم في التشلاط ديال البصله. كما كتشوفوا دابا هكا صافي، يعني ما بغيتيش تكون شلطه ليا بزاف. ممكن انا ندير لهم بجوج، ولكن بغيت باش نتحكم، انا ما بغيتش البصله تشلط ليا بزاف باش ما تطلقش ليا الماء ديالها، بغيتها تكون غليظه شويه. هادي بغيتها، هادي بغيتها تبع معاها الدجاج. هادي كتجي زوينة كي كتبقى واحد المذاق زوين، نديرو التومة سايرة معاهم، دابا هادي بغيتها شوية تكون يعني تكون شوية رقيقة من الآخر، تكون هادي رقيقة على الآخر، هادي رقيقة على هادي، هادي شوية بيضة، هادي رقيقة. كندير واحد المعلقه ديال الزبده، كندير شويه الزيت تقريبا واحد جوج معالق تقريبا ديال الزيت، صافي
صافي ونخليها تحمر، غنديرها فوق البوطه ونخليها تشحر. ديال واحد القبيصه ديال البزار ماشي بزاف، تجينا شبيطه. كندير واحد شويه ديال الخربوم ماشي بزاف، هذا غير راس معلقه شويه باش كنبدل هذاك اللون الابيض. ناخذ الكركم ندير فيه الحبات اللي عندي، ممكن تلقى قامة تبيتوها في هكا في الدجاج أو لا في لادانت. أنا دابا عندي لادانت، هذا ممكن تبيتو كيجي زوين كيجي بنين. يعني اللحم حيت حنايا في البريوات ولا البسيطات كنبغيو غير اللحم يكون بنين، ما يكونش بحال مصنوق. نزيد عليه البصلة باش نمط كاملة، ونزيد واحد الكاس صغير تقريبا نص كاس ديال العنبة، تقريبا 60 غرام ديال الزيت. نزيدها زيت الزيتون، نزيد هادي ربع مضرب، نزيد واحد راس معلقة ديال السمن اللي ما بغاش بلاش، اللي ما كياكلوش بلاش. صافي هنايا ما غنحتاجو نديرو حتى شي توابل اخرى، يعني راه كلشي كاين هنا. نزيد كاس ديال الماء في الجن، منزيدش فوق الدجاج، في الجن بحال هكا. الكركوط إلا كانت كتسد عندكم مزيان كاس الماء كافي، لأن الدجاج كيطلق الماء والبصلة كطلق الماء، يعني كافية ليكم. ولكن الكركوط إلا كانت مكتسدش مزيان ممكن أنك ديري جوج كيسان تقريبا ونسد على الكركوط تاعي. وغندير ليها 45 دقيقة ونخليها طيب على عافية مهيلة. هنايا البصلة هي كتشحر، باش نضفر لي ديال الكركم وندير العود. مازال غادي نديرو لها التوابل ديالها، وغادي نديرو باش غادي يعني نحمضوها، حيت حنا بغينا نديرو بريوات أولا بسيطلات يكونو مالحين. شوف شوية ديال الحرور على النكهة ديال بسطيلة ديال الحوت قريبا. كيجيو زوينين، نخليهم شوية بحال هكا ومرة مرة كنحرك حتى تتسح بلا ما بلا والو، يعني لا درت حتى شي نقطة ديال الماء، يعني الماء ديال البصلة. دابا إلا وصلت لهاد اللون راه مازال مازال متحمراتش، باقي مازال خاصها طياب. هنا غادي نطحن الشامبينيون درت هاد اللعبة هادي صغيرة مش كبيرة بزاف، نطحنو حتى هو بنفس الطريقة، سوي نفس الطريقة يعني مش بزاف. يتقسم صافي. انا خديت واحد الكاس ديال الزيتون مقطع بحال هكا، ولكن غنزيد نطحنو، ماشي نطحنو بزاف وانما غير شويه نهرمشو باش علاش باش يجي بحال هذا الشكل. غادي نقطعو شويه، اللي ما عندوش الاله ممكن يقطعو بالموس بحال هكا. هذا راه مغسول سقطتو مزيان باش ما يبقاش فيه الماء، كيما هذا حتى هو الشامبينيون حتى هو راه غسلته وسقطرته مزيان عاد طحنته باش ما يكونش فيه الماء. صافي صافي هو تبع الطحن ليا. غنقول لها صغيرة نفس الحجم ديال الشامبينيون،
هنا عندي البصلة اللي شحرت، ها هي كيفاش جات حتى السلات. شوف فاش كنقص كل لون ديالها، داكشي علاش ما قطعتهاش صغيره بزاف باش نلطهاش، هنا هي اصلا كتذوب باش تجي باينه شويه. دابا غادي ناخذ منها النص، وهنا هذا النص بغيتو غندير به بريوات اخرين، غادي نخليها شويه وشويه هو اللي غادي ندير في الدجاج. بالنسبه لهذا النص غادي نديرو هادي ونخليه نحتفظ به حتى نبغي ندير البريوات ديال لي زيبينار والجبن ونجبدو حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين. وهذا غادي نديرو بالنسبه للبريوات دابا ولا البسطيلات الصغار اللي بغيت ندير بالدجاج. صافي بغيت تكون غير شي حاجه مطلقه وتسدوها ونديرها في الثلاجه. دابا هنا نحتفظ بها في الثلاجه حيت ما غاديش نصوبهم اليوم. دابا هذه المقله هذه مره ساهله لهاد البروات، يعني باش شي حاجه صعيبه غير تقادو المسائل ديالكم، يعني تقادو كيفاش غادي طيبو، كيفاش شنو اللي غادي توجدو في الاول. كما شفتو وجدنا الدجاج هو الاول، شرملناه ودرناه في كوكو كيطيب، وبدينا صافي تبعنا في نفس الوقت البصله راه كطيب صافي. وهادشي راه من حد هادشي كيطيب هادشي كنوجدو، يعني ماشي شي وقت اللي كيكون طويل. دابا هاد البصيله هادي شنو غنزيدو فيها؟ شويه ديال الملح، شويه حتى من بعد نذوق، يعني الملحه ما تكثروهاش. دابا علاش درت الملحه؟ لان عندي الشامبينيون والصوص ما فيهش الملحه، وعندي الزيتون حتى هو حيت غسلتو يعني ما بقاتش فيه الملحه بزاف، و الشامبينيون ما فيهش الملح، يعني غادي نزيد شويه ديال الملحه، لان عندي الهريسه مازال غادي نديرها شويه شويه شويه. صافي الملحه ما تكثروش اولا ما ديروش حتى الذوق، يعني على حسب. غادي ندير معلقه ديال الهريسه، الهريسه كتبقى على حسب، بغيتي نص بغيتي ربع بغيتي اللي بغيتي ديريه على حسب. نزيد شي شويه ديال البزار، يعني غير قرمه كنزيدها باش كنبلم وصافي، واحد شويه ديال سكنجبير. شويه ديال الفلفل الحمراء باش كنغيرو شويه اللون. صافي هادشي اللي غنزيدو، وغنزيد معلقه صغيره ديال صوص الصوجا، معلقه صغيره ولا معلقه كبيره على حسب. انا عندي هادي خفيفه درت معلقه قويه. صافي دابا هاد الخليط غادي نشحر فوق البوطه واحد شويه، نشحر غير باش يطلق. هادي هنا كنشحر فيها، هاد سلق ليا شويه سخن البصله كانت بارده، كينسجمو مع العصير ديال اللقامه كطيب شويه، مكتبقاش خضره لداخل وسط البريوات ولا حيت البريوات كيما كنعرفو كيدخلو الفران اولا كيتقلاو، يعني مكتزيدش طيب اللقامه، من الاحسن طيبوها شويه هنا كتاخد حقها شويه في الطياب، عاد نخلطو العصير. هادي راه مهيله دائما. الشامبينيون عفوا ماشي الزيتون، زيت الشامبينيون نشحرو شويه، وفي نفس الوقت راه حنا كنحيدو الماء اللي بقى لينا شويه وبقى لينا في الشامبينيون كنحيدو. دابا نديكم شي وحده بقات بليضه في هادشي ديال الشامبينيون، كنضغطو عليها هكا بالمعقرة الخشبيه صافي وكيطيب. كيما كتسمعو كيطرطق، يعني بدا صافي مشى منو الماء. علاش صبقت الشامبينيون؟ حيت الشامبينيون مبنينش، يعني داسل شويه في الماكلة ديالو، كنصبقو أول أول باش يشرب القامة ديال البصلة والتوابل اللي درت فيها، شرب مزيان. عاد نزيد من بعد الزيتون،
يعني ما تزيدوش الزيتون هو الاول وتخليو الشامبينيون هو الاخر. الدجاج حتى هو واحد القضيه ما قلتهاش لكم، الدجاج ما تكثروش فيه الماء وتقولوا يعني نكثر فيه الماء ومن بعد غادي نوقعو، يعني نقص من الماء لا، اللحم او الدجاج ما تكثروا فيه الماء اكثر من القياس يجينا بحال لا مسلوق، كيجيش مزيان، يجي بحال لا مسلوق ما كيجيش بنين. دائما خذوا اخباركم في الدجاج بحال دابا انا بالنسبه ليا كندير كاس كبير متوسط ماشي كبير صافي، راه كيطيب فيه الدجاج وكيبقى صافي هو هذاك، كل وحده كوكوب ديالك ونزيد الزيتون. الا كيعجبكم الحامض قصير ممكن تقطعوا شويه ديال الحامض القصير وترميه هذه مع الزيتون. طريقه تصوير ما تكبروهمش، دابا تصوري اللي كنتو كتبغيو شويه واحد جليفه صغيره ديال الزيتون ديال الحامض شي بزاف. هادشي كيبقى على حسب الذوق كل واحد واش ما كيبغي ياكل، اللي ما كيبغيش الزيتون ما يديرش الزيتون، اللي ما كيبغيش الشامبينيون كل واحد اش ما كيبغي. هادشي باش كندير وكتب كيتغير، ما كتجيش اللي كتاكلي بصفه صغيره اولا ضريوات كتاكليش غير الدجاج بوحدو، ضروري تكون شي حاجه صافي. كنصاوبو كنحركو حتى نقص الماء ديالو، كنديرو ربع الماء احسن بلاش ربع الماء الدجاج صافي بلاش. حشوة عندنا هاهي سلات، هادشي ديال الزيتون والبصلة والشامبينيون هاو طاب، وذوقوه دائما ذوقو، ذوقيه واش حار واش خاصك الحرور واش خاصك شوية الملحة واش إلا خاصك شوية ديال الغبار، يعني حنا حسب كل واحد واش مكيبغي. وبالنسبة للبصلة اللي مبغاش يدير فيها الزبدة يشحرها بالزبدة ميديرش الزبدة، يعني يدير الزيت بوحدو. هادي هي الزبدة كتعطي واحد المذاق زوين، وهادي الزبدة تكون يعني جودة مزيانة ماشي الزبده ديال البواطا، هذيك راه ماشي زبده. هنا الحشوه صافي طابت كتجي زوينه، هاد الحشوه زعما تجربوها، ممكن تجربوها غير بوحدها وتكل مع الرز كتجي واحد المذاق زوين. داك البصله اللي محمره هو السر ديالها. وبالنسبه للسوجا والشامبينيون بحال هكا مقطع صغيور كيعطي كل حاجه كتعطي المذاق ديالها. وكما قلت لكم انا الشامبينيون كيتحمر هو الاول مع البصله حتى كيشرب التوابل كلها اللي كاينه في البصله اللي درنا، عاد من بعد كنزيدو الزيتون. دابا صافي بقى لينا غير الدجاج يطيب صافي ويتفرتت، والشعريه الصينيه حتى هي غادي نديرها في الماء ديال الدجاج تما صافي، ونخليو العناصر كلها تبرد ومن بعد نديرو من بعد نوجدوها في الورقه. هنايا صافي طاب الدجاج ديالي، طاب مزيان يعني ما بقاش قاصح نهائيا ولا كيتفرتت. وهذه الربيطه ديال المعدنوس اللي درنا صافي كنحيدوها، ما بقى عندنا غرض بها يعني باش ما تخلطش لينا مع الدجاج صافي. وهاد المريقه راه كيف ما كتشوفوا راه يعني خاذره، ما بقاتش يعني نقص الماء داك الكاس ديال الماء، وراه شفتوا باقي يعني الماء فيها، يعني كيف ما قلت لكم ما تكثروش الماء صافي. ودابا غادي نحيد الطريفات كلهم ونحيدهم باش نفرتهم، ونخلي المرق باش ندير فيه الشعريه الصينيه. هنا رميت الشعريه الصينيه ديالي، كنحيد لها غير الخيط ديالها وكنرميها صحيحه حتى كترطاب وكتشرب المرق كله اللي بقى لي من زعما من الطياب ديال الدجاج صافي. كنصفيها وكنقطعها مباشرة، كانت فعلا العافية. هنا كيف ما كتشوفوا شربت المرق كله، هنا لقيت الدجاج اللي طيب قطعته بحال هكا صغير بهذا الطريقة، هذي ميكونوش كبار وميكونوش صغار عاوتاني بزاف، من الأحسن فردتهم غير باليد مديروش لهم الناس بيدك هكا، داكشي باش الدجاج خصو يطيب مزيان.
يعني ماشي تخليوه نص طيبه، فما كيبينش الطياب ديالو وسط البريوات ولا وسط البصيله، يعني من الاحسن طيبوه طياب كامل كيبغي يكون طيب. هنا عندي الشاريه الصينيه بعد ما قطعتها وشربات داك المرق، شربات المرق ديال الدجاج كتجي بنينه بهذه الطريقه. وذوقوا دائما ذوقوا التاهي الاولى في خلطو قطعوا الدجاج سخروه مزيان باش تحل لينا وسط الدجاج، نخلطها مزيان عاد نزيدو الزيتون، كنزيدو بحاجة بحاجة كنخلطو في كلشي تخطى حتى كنتأكدو من واحد الحاجة تخلطات لينا، من بعد نزيدو نجدو من تحت وندور. دابا ملي تخلطات هادي دابا غنزيد هادي ديال الزيتون والشامبينيون والبصلة محمرة، نزيدها حتى هي نفس الشيء كنخلط. بالأحسن تكون شي حاجة واسعة بحال القصرية ولا القصر الكبير بالأحسن. نهزو شوية نديرو في معلقة وندوقو دائما باش كنشوفو شنو خصنا نزيدو، التوابل اللي خصنا نزيدو ميكونوش مسوسين نقص الملحة وميكونوش حارين عاوتاني بزاف، مكيكونش شوية الحرورة دائما ندوقو. نزو شوية الشعية شوية كل الخليط كله. أنا بالنسبة لي غنزيد شوية ديال الهريسة، جاتني ناقصة شوية الحرورة. الشعرية الصينية بهاد الطريقة كتجي زوينة حسن من ديك الشعرية اللي كتسلق في الما، كتجي داسلة عندنا هكا كتجي بنينة، هداك الما غادي غير يضيع لينا كيطفي الدجاج غادي يضيع لينا، بالأحسن نستغلوه ونسلقو فيه الشعرية. صافي دابا هادي غنخليها واحد نص ساعة حدا الخدمة في الورقة باش ترتاح. هنايا شريت كيلو ديال الورقة، شريتها في نفس النهار يعني باش ما تكرمش ليا، حتى الا ما كانتش الجوده مزيانه يعني ما غادي تخسر والو. كيديروها بحال هكا في الانيموتير باش ما كيدخلش ليها البرد، كناخذ منها القدر اللي بغيت ومن بعد كنحاول نغطيها مزيان باش ما تشربش ليا البرد نهائيا. هنايا خديت واحد 12 ورقه تقريبا، نيتهم على جوج، هنا عندي الورقه كبيره نيتهم على جوج، من بعد كنديرهم مثلثات بهذا الشكل هذا، يعني كل نصف كنديرو مثلث على ثلاثة بحال هكا كنتني، كنقادهم مزيان باش يكونوا متساويين. من بعد كنقطع لهم واحد الدائره اللي كتكون الفوق بحال هكا بهذه الطريقه هذه، كنقطعها باش كتجيني حتى هي دائرة، شبه دائرة يعني ماشي دائرة مقادة هكا، كيبقاو عندي هذوك التحت. كنعاود كنحيد لهم الأطراف دوك لي قاصحين اللي كيكونو تحت ديال الورقة كنحيدهم. هنايا تاخدو واحد الإطار يكون دائري، أنا بالنسبة ليا هنا خديت غير غطاء ديال واحد القرعة ديال الشوكلاط هكا تكون صغيرة، يعني واحد الإطار يكون صغير من الأحسن، وكندير عليه واحد الوريقة وحدة صافي. كناخد شوية ديال البقايا اللي شاطو ليا، هادوك الطريفات اللي قطعت من الراس ديال الورقة، وكنسرحهم هنايا الوسط. هادي في حالة إلا مبغيتوش ديرو زعما بغيتو تقتصدو في الورقة ما ديروش يعني جوج ورقات، ممكن ديرو جوج ورقات وحدة فوق وحدة، اولا تقطعوا اطار الوسطاني يعني يكون مقاد، وفي حاله لبغيتو تقتصدوا غكديروا هذه الطريقه هذه اللي غنوريكم، يعني كل بليصه
كتحاولوا ديروا فيها طريف صافي. وكناخذ واحد جوج معالق عامرين كبار من الحشوه، يعني الحشوه كنحاولوا اننا ناخذوا شويه يبان لينا شويه ديال الخليط، يعني مقعد دجاج هكا، شويه ديال الشعريه، شويه ديال الزيتون، يعني نقادوا الحشوه هنا وكنعمروها مزيان، كنخليوهاش يعني خاويه صافي. وكنبقاو كنلويو، راه ساهله كيفاش كتصاوب، يعني كنبقاو كنلويو بيدينا حنا غاديين وكندور بهذه الطريقه هكا حتى كنجمعوا كلشي الجوانب وكنجمعوها على الحشوه صافي. دابا ها هي تجمعات لينا، وداك الاطار ديال يعني الغطاء ديال الشوكولاط راه كيساعدنا بزاف. وهنا كنسد بشويه ديال الماء مخلط مع الطحين فورس، كنحاول كنسد. ويلا بانت لكم شي بليصه هكا باينه بانها خاويه كتعمروها، كدير واحد طريف ديال الورقه وكتسدو به، نكون على قدو، يعني كنوريكم المشاكل اللي ممكن انها توقع في الورقه، اولا ديروها ورقه مقاده يعني من الاول. انا كنوريكم دابا في حاله الا شاط لكم ورقه اولا عندكم ورقه شويه صغيره صافي، وكتسدو ما كيبقى يبان حتى شي حاجه، ملي كطيب ما كيبقى يبان والو صافي. دابا غادي نقلبها بعد ما تجمعات، غادي نقلبها على يديا وغادي نحطها ونقاد واحده اخرى. غادي ناخذ الاطار وغندير نفس العمليه، غادي نسرح ورقه واحده، كنسرح الورقه بحال هكا، وكندير البلاصه فين غادي ندير الخليط، يعني كنقاد ليه بلاصتو. وهاد العمليه راه كما قلت لكم الا بغيت نديرها رقيقه ممكن نديرها رقيقه، بعض المرات ما كنديرش لها هاد الشيء زعما الوريقه الوسط، كنخليها ورقه واحده وكندير الحشوه، ولكن ضروري انكم تدخلوها للفران وكتجي رقيقه، يعني الا بغيتوا الحشوه تكون رقيقه تكون كثيره وما تكونش الورقه غالبه، كتجي زوينه حتى هي، كيجي كيتبان الحشوه كتبان على الورقه صافي. هنايا كنعاود نقاد بنفس الطريقه وغندير الحشوه ديالي وكندوي ونسد بنفس الطريقه اللي درت في الاول صافي. وكندور دائما نلصق دقيق الماء باش ما تحلش ليا، الاحسن دقيق الماء، البيض كيدير ريحه شويه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الريحه ديال البيض، الاحسن ديروا دقيق الماء اللي نفس النتيجه صافي. وكنبقى كندور وكنلصق. دابا انا وريتكم طريقه اخرى، دابا هذه كدوروا وكتلصقوا، بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يلوي هذه الطريقه السهله انك تدوري وتلصقي حتى من بعد حتى يتعلموا بحال هكا صافي. هنا تسدات كلها صافي، وكنلويها عاوتاني على يديا وكنحط وهنايا غادي نقدم معكم وحده اخرى. هذه اللي غادي ندير ما غاديش ندير فيها دوك الطريفات الوسط، يعني ما غاديش نديرها مدوبله، غادي ندير غير ورقه واحده صافي، وغندير الحشوه الوسط كتجي زوينه، يعني هذيك كما قلت لكم كتجي الحشوه كثيره وما كتجيش الورقه باينه بزاف، يعني كتجي باينه من الورقه هذه الطريقه هذه، حتى كنعمروها مزيان صافي. وكنسدو بنفس الطريقه، يعني دائما الدقيق والماء كنلوي، وكنحاول ان ديك يعني ديك اللويه تكون مسرحه ما تكونش ملويه، يعني عوجه بحال هكا بحال هكا المطوم قاعد. دائما ديروا شويه ديال الطحين والماء وكنلوي، راه ساهله هاد الطريقه هادي، يعني بريوات عفوا البسطيله الصغيره راه كتجي زوينه في الحطه ديالها وفي المنظر ديالها، كتجي زوينه غير الاطار ما تاخذوش عاوتاني كبير بزاف، يعني يكون صغير من الاحسن يكون صغير باش كتجي المنظر ديالها زوين.
صافي وكنلويه غير. هنا خديت واحد البلاطو اللي غيدخل ليا الكونجيلاتور وفرشتو بفيلم اليمونتير وستفت فيه البسطيلات اللي عندي كلهم. من بعد درت واحد فيلم اليمونتير من فوق منهم يعني غطيتهم وستفت ستيفه ثانيه فوق منهم. ولا كان عندكم اكثر ممكن ديروا ستيفه ثالثه. بهذه الطريقه غير نتوما غادي تغطيوهم مزيان بفيلم اليمونتير باش ما يدخلش ليهم الهواء ديال الكونجيلاتور وما تكون فيهم حتى شي ريحه ويتكونجلاو مزيان. صافي هنا غطيتهم كاملين يعني غطيتهم مزيان من الجوانب وكلهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا يعني كلهم مسدودين. درت جوج تستيفات في كل بلاطو خليتهم ليله كامله في الكونجيلاتور حتى تكونجلو مزيان. هكا كما شفتوا راهم قاصحين ولاو. صافي دابا غادي نحيدهم غنخليهم واحد 5 دقائق بما شويه ضربهم الهواء وغادي نديرهم في واحد البواطه تكون محكمه الاغلاق ضروري انها تكون كتسد مزيان وكنستفهم كل وحده حدا وحده. يعني هذه الطريقه هذه ما كتخافوش منهم انهم يتعجنوا اولا تلصق وحده مع وحده لانهم اصلا يعني تلجو كل وحده بوحده. كندير تستيفه وحده ديال فيلم اليمونتير ومن بعد فوق منها البسطيلات ومن بعد عاوتاني كندير الفيلم اليمونتير وكندير تستيفه اخرى يعني كنبقى غاديه طبقه فوق طبقه. وبهذه الطريقه كتجي ساهل انكم تجبدوا المقدار اللي بغيتوا يعني حسب اللي بغيتوا انكم تاكلوا في النهار. مثلا كتكونوا دايرين السوبر العشاء اولا الحريره كتجبدوهم وكتدهنوهم بزيت يعني العاديه ماشي زيت الزيتون يعني زيت العاديه كتدهنوهم وكتدخلوهم للفران كيتحمروا يعني كيجيو زوينين ومقرمشين. ممكن تدهنوهم بالزبده ولكن الزيت كيكون احسن لانه كيجي محمر مزيان وكيجي حتى التقرميشه كتجي احسن من ديال الزبده. صافي هكا راني سديتهم مزيان وغادي ندير لها البواطه غندير لها الغلاقه ديالها وغندخلها للكونجيلاتور الوقت اللي بغيت شويه كنجبدو. ما كنديكونجليهمش من قبل يعني مجرد ما نجبدهم من الكونجيلاتور كنستفهم في اللاطا ندهنهم بالزيت وندخلهم للفران. هنا عندي الاشكال الاربعه، عندي البريوات، عندي السيجار بالفرماج والجبن وعندي السيجار بليزيبينا والجبن. هنا البسيطلات هادو كل مره غادي نحط لكم حشوه ان شاء الله.